بتزامن عكسي مع ارتفاع درجات الحرارة، تتراجع معدلات تجهيز الطاقة الكهربائية في البلاد في مشهد دراماتيكي ينذر بتكرار مشهد الصراع العراقي الأزلي مع المنظومة الكهربائية الوطنية وقصص الإخفاقات الحكومية مع حيدر نصيف والتفاصيل. بدأت تنحسر تدريجيا ساعات التجهيز للطاقة الكهربائية في العاصمة بغداد مع وصول فصل الصيف لذروة أشهره الأكثر حرا، وهو ما قد يجعلنا نشهد نسخة مطابقة لنسخ السنوات الماضية فيما يتعلق بحال الكهرباء وانقطاعها المستمر وحالة الغليان الشعبي الذي يرافقها بزيادة ساعات قطعها في الأشهر الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة. قد يتصور البعض أن هناك وجود عجز، عدم وجود سيولة، عفوا أؤكد لك يعني أؤكد من هذا من منبركم أنه سيولة متوفرة ولا يوجد عجز، بل هناك فائض كبير جدا، لكن ليس باستطاعة حكومة السيد الكاظمي التعامل مع هذه الفائض لأنها حكومة تصريفات. التزامات مالية على الحكومة العراقية دفعها لإيران من أجل ضمان استمرارية تدفق الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الطاقة التي تعمل على الغاز ما يقارب الملياري دولار على العراق، دفعها بأسرع وقت ممكن سيما مع مطالبة الجانب الإيراني بها وجعلها شرط لاستمرار ضخ الغاز، ومع غياب الموازنة وعدم إقرار قانون الأمن الغذائي والإشكالات التي تحوم حوله، فإن الأمور ستزداد سوءا في حال عدم دفع المبالغ المالية التي بذمة العراق. يعني هاي السودان والصومال والدول العالم الثالث واللي خرجت من حروب واللي خرجت من أزمات كل الكهرباء عندها مسألة اعتيادية. هسا احنا مريد نقارن بالزمن السابق، زمن سابق راح وولى ونظام راح، بس كل إنسان عاقل يخيرون بين السيء والأسوأ، والإنسان العاقل يقول لك أنا أريد السيء، شو أسوي بالأسوأ؟ عم أنتم أسوأ من النظام السابق، انتم دمرتوا البلد، وان شاء الله الله لا يوفقكم، وانا متاكد اي واحد اذى هذا الشعب اقروا التاريخ وشوفوا نهايه ايش كانت. اكو ديون متراكمه على الدوله المفروض تسددها حتى ما يصير تلكؤ بالمستقبل. جاينا موسم الصيف وعندنا اطفال وعندنا اجايز وعندنا شياب وعندنا شيوخ، المفروض الدوله تاخذ على كاهلها انه تسدد ما بذمتها للجاره ايران او الجاره غير دوله. احنا نريد كهرباء مستمرة، الشعب ما يريد شيء من الدولة، يريد عمي كهرباء وماي، أكثر من هذا الشيء إحنا ما نريده، وجزاهم الله ألف خير. اللافت للنظر هذا العام هو أن الطاقة الكهربائية عاشت أسوأ ساعات تجهيز لها في فصل الشتاء، وعلى غير العادة شهد الشتاء هذا العام انقطاعات مستمرة للطاقة الكهربائية، ولنفس الأسباب وهو تجهيز الغاز الإيراني والمديونية، وما جعل البعض يؤكد أن الأشهر الأكثر حرًا في فصل الصيف قد تشهد انقطاع لساعات طويلة إن لم تسرع وزارة الكهرباء والحكومة في توفير الحلول السريعة ومنها التخصيصات المالية. من بغداد، حيدر نصيف، قناة الرابعة.